Hello my friends, how are you today? كيفكن اليوم؟ I hope that you are all fine. إن شاء الله تكونوا كلكن منيح. How do you feel? Do you feel cold? حاسين بالسقعة؟ I feel so cold. أنا كتير مسقعة. The weather is snowy. الطقس مثلج. How is the weather today? كيف حالة الطقس عندكن اليوم؟ Are you ready to learn? مستعدين أنتو تتعلموا؟ حضروا الورقة والقلم لأنه اليوم بدنا نتعلم بعض الكلمات الجديد وكمان بدنا نتعلم verb to climb مثل I climb أنا أتسلق بدنا نتعلمها بالpresent وبالpast بالزمن الحاضر وبالماضي Are you ready? هل أنتم مستعدين؟ حضروا حالكم بس قبل خلينا نسمع لأغنية كتير حلوة Let's listen to a song أنا برجع لكم The verb is a word with action. Action. Action? Action verb, action verb. What can you do? I can jump, I can swim, I can play the piano. How about you? Me? Me? I can read, I can write. I can paint, clean and hide. I can draw, I can play. I can walk all the way. Action verb, what are you doing? I am walking down the street. I am running down the hall. I am dancing with my friends. I am reading a paper. I am eating cashew nuts. I am drinking apple juice. Taking off my shoes, I am sleeping in my bed. Shh. Good night. هلا أصدقائي إن شاء الله تكونوا حبيتوا الأغنية. أنا كتير بحبها لهيدي الأغنية. أما هلا فإجا الوقت حتى نقرأ مع بعض. بس قبل خلينا نتذكر في حرفين أول حرف. أول letter, the first letter we pronounce it ب ب شو هو letter? The letter B The letter B we pronounce it ب وتاني letter, the letter L we pronounce it ل ب وال بيعملوا مع بعض بل بل قولوا معي ب وال خلينا نشوفوا مع بعض على اللوح عنا the letter B The letter L. تتذكروا كيف كنا نكتب the letter B؟ عنا capital B و small B و capital L و small L. خلينا نكتبهم مرة تنتذكرون سوا. منبلش بالcapital B. من فوق ننزل خط بالشكل التالي. Capital B. Big letter B. أما the small letter B تختلف عنا شوي. كمان منبلش من فوق. ننزل straight line لتحت بعدين منبلش من الخط النصاني ومنعمل semicircle لتحت نصف دائرة capital B small letter B أما capital letter L كيف منكتبها؟ منبلش من فوق ننزل straight line لتحت وبعدين منعملها كرسي جلسة بالشكل التالي capital L big letter L and we pronounce it L L أما small letter L فهي كتير هينة نرسم خط واحد one line straight line من فوق لتحت هيدي small L أما إذا كانوا the letter B و the letter L مع بعض ب ل شو بتصير بل خلينا نشوفهم بالكلمات منبلش بأول كلمة طلعوا منيح شو عندي عندي بصورة صورة شفرة شفرة حادة بتجرح من فوق منقلها بالإنجليش بليد بليد خلينا نجرب نتهجيها مع بعض طلعوا منيح أول لتر عندي هو ذا اللتر بي ب وله بل بل بعدين عندي اي بليد بليد الاي بالاخر ما بلفظها اتس اي سايلنت اي ما بلفظها بليد اي د
بليد بل بليد يعني شفرة. خلينا ننتقل على تاني صورة. طلعوا منيح شو عندي هون؟ عندي بلوزة، بلوزة زرقاء. خلينا نجرب نتهجيها مع بعض. أول شي عندي ب ل بل بل، وعندي اليو ذا لتر يو بلو بلو بل ويو بلو. بالآخر عندي ذا سايلنت اي، سايلنت يعني بطل اللفظ، سايلنت اي بل ويو بلو اللون الأزرق. فإذا بل بليد بل بلو اللون الأزرق. أما هون فعندي بلاوز، بلوزة. خلينا نجرب نتهجيها سوا. عندي بالأول ب وكمان عندي ال، مع بعض شو بيعملوا؟ بل بل مع بعض. بعدين عندي او ويو. بدي أعلمكم اليوم شي جديد، احفظوه كتير منيح. لما يكون عندي او وحدا يو بلفظها او او. عندي او ويو بلفظها او، بل واو، بلاو بلاوز 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 يعني بلوزة. فإذا لما يكون عندي او وحدا يو شو بلفظها؟ او بلاوز بلاوز يعني بلوزة. أما هلأ فعندي شو هودي؟ مثل المربعات. شو منقلن؟ منقلن بلوك بلوك. منبلش بال به وله بله بله وأو بلوك. كمان عندي ذا لتر سي وذا لتر كي، لما يكونوا مع بعض بلفظن اثنيناتن ك ك. فإذا بل بلوك بلوك بلوك. خلينا نشوف بعد شو عنا كمان. عندي هون الخلاط، الخلاط. خلينا نجرب نتهجيها كمان. ببلش بل بل به وله بل. ذا لتر اي، اذا بتتذكروا اخذنا من قبل، اذا عندي ذا لتر اي او بلفظها اي طويله او بلفظها ا. بل و ا هون بنلفظها الشورت اي ا. بل 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 و ا بل. ون ذا لتر ان بلند 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 بلندر بلندر بلندر. نرجع منعيد. فاذا بلش انا بالشكل التالي، بلش بل ا بلند بلندر 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 الخلاط. واخر شيء عندي ينفخ ينفخ. بالانجلش بقلها بلو بلو ينفخ. كمان بتبلش بل وبعدين عندي اي لتر؟ ذا لتر او. بل واو بلو و دبليو. ذا لتر دبليو بلفظه و بلو بلو يعني ينفخ. فاذا كم كلمه عندي؟ 1 2 3 4 5 6، ست كلمات. منبلش بل بليد بل اي بلاي ود بليد. مثل ما قلنا هون عندي بالاخر ذا لتر اي، ذا سايلنت اي، ما بلفظها، سميتها انا ذا سايلنت اي، ما راح الفظها لانه باخر الكلمه. بل بليد بليد، والاي ما لفظتها، بليد يعني شفره. هون عندي بل بل واليو ذا لتر يو بلو. كمان عندي ذا لتر اي ذا سايلنت اي، ما بلفظها، ما تلفظوها، بل ويو بلو. اما هون فعندي بل وعندي هون او ويو.
شو بالفظن لما يجوا مع بعض؟ الاو واليو بالفظن آو آو بله وآو بلاو بلاو ز بلاوز. هون ذا لتر اس لفظت ز بلاوز بلاوز. ما قلت بلاوزي ما لفظت ذا لتر اي بلاوز، لأنه هون الإي كمان هي السايلنت إي ما رح ألفظها. فإذا بلاوز بلاوز. أما هون فعندي بله بله بلو أو بلو، وعندي سي وكي. لما يكون عندي سي وكي بالفظن اثنيناتهم ك، فإذا بتصير بله أو بلو ك بلوك بلوك. أما هون فعندي خلاط ب له بله بله. رح أمشي أنا وياكم بعدين. عندي ذا لتر إي، هون ذا لتر إي لفظت الشورت إي أ أ مش إي. فإذا بلا بله وأ بلا ن، ذا لتر إن بلن د بلند بلن ود بلندر 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 الخلاط. وبالاخر عندي ب ل بل و او بلو و ذا لتر دبليو بلو ينفخ. فاذا منعيدهم اخر مره مع بعض ورجعوا عيدوهم من وراي وجربوا تتهجون معي. شفره بليد بليد، اللون الازرق بلو بلو، بلوزه بلاوز بلاوز، بل بلوك بلوك، بل بلندر بلندر بلندر. فيكن تقسموها قسمين تساعدكن تتهجوها. إذا قسمتها قسمين عندي هون د أ د ر در، وهون عندي بل بلن بلندر بلن ودر بلندر يعني الخلاط. وبالاخر عندي بله بلو ينفخ. ما تنسوا به وله بل، كلهم ببلشوا ذا لتر بي وذا لتر ال. وتعلمنا شيء جديد اليوم، تذكروه دائما، لما يكون عندي او ويو بالفظن او مع بعض، ولما يكون عندي سي وكي بالفظن ك مثل بلوك، وآو مثل بلاوز. أما هلأ شو رأيكم نجرب نكتب مع بعض ثلاث جمل صغار، وبدنا نستخدم بعض الكلمات يلي تعلمناهن. خلينا نبلش أول جملة، نستخدم كلمة بلو وكلمة بلاوز. إذا بدي أقول هيدي القميص أو هيدي البلوزة لونها أزرق، شو بقول؟ This هذه this أخذنا من قبل. this يعني هذا أو هذه للقريب، وذات للبعيد. this blouse هيدي البلوزة، هذه البلوزة لونها أزرق. this blouse is blue أزرق، لونها أزرق. خلينا نكتبها مع بعض. فإذا this blouse is blue. استخدمت هون verb to be. this blouse هذه البلوزة لونها أزرق، is blue لونها أزرق. مثل ما قلنا قبل لتكون جملة صحيحة لازم يكون فيها verb. أنا أي verb استخدمت هون؟ أي فعل؟ verb to be. خلينا نجرب نعمل جملة تانية. إذا بدي أقول إنه أمي لديها خلاط أو تملك خلاط، شو يعني أمي؟ أنا أخذناها من قبل، my mother my mother. شو يعني تملك؟ تملك verb to have. my mother يعني هي she، ما بقول have she has. تتذكروا؟ قول she has I have you have he وshe
has. My mother يعني هي. She has. هي تملك. بكفي هون. A blender يعني خلاط. فإذن a blender. My mother has a blender. خلاط. وبالآخر إذا بدي أقول إنه هني عم ينفخوا بالصفارة. عم ينفخوا بالصفارة أو عم بيصفروا. شو بقول؟ هم يعني they. They. شو يعني عم ينفخوا؟ أخذناها قبل شوي. blow. blow يعني ينفخ أو عم ينفخوا. They blow. The whistle يعني الصفارة. They blow the whistle يعني عم بيصفروا أو عم ينفخوا بالصفارة. فإذن this blouse is blue. This blouse is blue. هذه البلوزة لونها أزرق. وين الverb؟ هيدا الverb. verb to be. My mother has a blender. أمي تملك خلاط. وين الverb هون؟ My mother. My mother بتدل على فعل أو has. has عندي أنا verb to have يعني أنا أملك أنت تملك. has هي الverb. a blender تملك خلاط. وبالآخر عندي they blow the whistle هني عم ينفخوا. وين الفعل؟ عم ينفخوا. عم ينفخوا blow. فإذا blow هو الverb. كل ما بدنا نكتب جملة لتكون جملة صحيحة لازم يكون فيها verb. خلينا نقول لآخر مرة مع بعض الكلمات. blade شفرة. blue blouse block blender blow. وما تنسوا لما يكون عندي O ويو شو بالفظون؟ أو. ولما يكون عندي C وK بالفظون ك مثل بلوك. هلا أصدقائي نقولون على الدفتر وتدربوا عليهم منيح. أنا برجع لكم بعد شوي. blue blow blender blade blanket blazer وهلا اصدقائي اجى الوقت حتى نجرب نكتب مع بعض. بدنا نكتب سوا verb to climb. تتذكروا أخذنا من قبل عنا the present tense إذا كنا عم نحكي عن الزمن الحاضر و the past tense إذا عم نحكي عن شي صار قبل بالماضي. لما أقول past يعني بالماضي صار وخلص صار قبل. إذا عم أقول verb to climb يعني مثل I climb أنا أتسلق. تتذكروا I, you, he, she, it, we, you, they. خلينا نكتبها مع بعض. معكم ورقة وقلم؟ خلينا نكتبها سوا. بالpresent tense نكتبها عادي مثل ما تعلمنا. I climb أنا أتسلق. You climb أنت تتسلق أو أنت تتسلقين. He climb هو يتسلق. صح هيك؟ أخذنا قبل لما يكون عندي he she و it
بالبريزنت بزيد أس بتصير هي كلايمز مش هي كلايمب شي كلايمز هي تتسلق it climbs لما نكون عم نحكي عن الحيوان أو الشيء إذا كان حيوان أو شيء we climb نحن نتسلق you climb أنتم تتسلقون they climb هم يتسلقون فإذا verb to climb present tense ما تنسوا الأس مع هي she و it أما هون فبال past tense رح أخبركم سر صغير نفس الفيرب بينعاد بس بزيد the letter E و the letter D بزيد E D بالآخر طلعوا كيف قول I climbed شو زدت؟ E و D وكلهم نفس الشي مش مثل the present ما بزيد S مع هي she و it كلهم مثل بعض I climbed you climbed he climbed she climbed it climbed we climbed you climbed they climbed يعني هن تسلقوا انا تسلقت انت تسلقت هو تسلق هي تسلقت it اذا كنت عم بحكي عن شي حشره مثلا حيوان او شيء we climb نحن تسلقنا you climbed انتم تسلقتم they climbed هم تسلقوا ما تنسوا كلهم مثل بعض زدت بس ايدي بالاخر verb to climb انا هلا بشجعكم ترجعوا تعملوا مراجعه على كل شيء درسناه مع بعض وما تنسوا كل كلمه جربنا نقراها تدربوا لحالكم على قراءتهم وجربوا تكتبوا جمل لحالكم ما تنسوا بكل جمله لازم يكون في فيرب انا هلا بودعكم بشوفكم بالحلقه المقبله باي A B C D and E School is where I want to be. F, G, H, I, J. Learning to read and write and play. K, L, M, N, O. Boys and girls I want to know. P, Q, R, S, T. Sharing books with you and me. U, V, W, X, and Y. Now it's time to say goodbye. Z, I'm going to bed. C, D, and E. School is where I want to be. F, G, H, I, J. Learning to read and write and play. K, L, M, N, O. Boys and girls, I want